يا صباح الخير وصباح الورد وصباح كل ما هو جميل. هاني اليوم جيت لكم في أول أيامي في داري الجديدة، في بلادي الجديدة، في الحياة الجديدة كما قلت لكم. إذن هنا راني نفتح في الطاقة ونخلي ضوء النهار يدخل ليشع في قلبي، وهذه هي الحياة، لازم نكونوا دايما أمل. نشكركم على تفاعلكم معايا في آخر فيديو اللي درت فيه رحلتي إلى قطر، ولقيت ليه تفاعل كبير وحسيت فيه بوحد الحب. نشكركم وحدة بوحدة، لكل وحدة علقت، لكل وحدة رفعت لي معنوياتي، يعطيكم الصحة. هنا حبيت نقول لكم المنظر، ولكن حبيت نطلب منكم استفسار. أنا هنا عندي هاد الشباك وعندي هذيك الطاقة الصغيرة التحتانية ومسخة وما عرفت كيفاش نقيها، مسحت التواقي من الداخل ولكن من برا ما عرفت كيفاش. إذا كان وحدة عندها كاش طريقة ولا كاش عفسة تفيدني، واكيد راح نقرا تعليقاتكم وراح نعرف طريقه باش ننقي هذيك يعني لا بارتي التحتانيه نتاع الميشلار قبل من انها فيكسي. اذا هذا كان فطورنا صباحي، فطور عادي، فطور يعني بسيط، ما عندناش كيسان، عندنا مغاريف، يعني كما قلت لكم هذا بدينا نديروا الدار وراح نديرها معكم. كل ما نشري حاجه راح نشاركها معكم وراح ناخذ رايكم، واكيد راح يكونوا الفيديوهات القادمه احلى اللي راح نكونوا فيهم فلوجات ايتو. هنايا كنا كان زوج تاعي كان ذبح وكان جاب اللحم، وكنت لازم نغلف اللحم تاعي. هو راح شري ساك بوبال وما عرفش شراهم وكانوا بارفومي، دونك انا خرجت نشري تاك لوفيم اليمونتير باش نغلف اللحم. وشوفوا الطرقان فارغين، صدقوني كانوا الناس كيجوزوا عليا بالطوموبيلات يقعدوا يخزروا فيا انا والدراري، جاتهم حاجه غريبه. جو بونس كو ما يخرجوش في هذه البلاد. ما فهمت انا انتو كانت مشيت بالك واحد 10 دقائق، رحت لواحد السوبر مارشي قريب لينا وين نسكنوا، شريت لو فيلم اليمونتير وجيت وتفكرت هاد الغنية. كنت نمشي في الطريق ونغني وحدك في البلاد، وحدك وحدك في البلاد. صدقوني شتو كلمة قط ما كانش، قط ما كانش. هنا يمشوا فقط بالسيارات وحسبوني مهبولة. كان لي يخزر يشوف فيا كيقعد يخزر يقول هاد المهبولة مين جات راهي تمشي وحدها. على كل حال حنا عندنا عادي نخرجوا نسحقوا حاجة نخرجوا عليها. جو بونس كو هنا نو ما كانش، ان توكا راني نتعلم بالعقل بالعقل. من بعد هنا جيت للدار بديت نغلف في اللحم. شويه راطار، العيد خلاص ايتو، بصح انا مازلني راطار. مازلني راطار. هذا اللي نوري لكم التغلاف تاع اللحم. بون هذه العمليه عندها بالك واحد الاسبوع، ولكن ملي جيت وانا كانوا عندي واحد لابابراس باش نخدم الاي دي تحاليل، اذا ما لقيتش الوقت باش ندير لكم مونتاج. صورت ولكن هذا هو راني ندير المونتاج، ومعليش يقول لك وقت ما جا الخير ينفع. دونك فوالا غلفت اللحم تاعي، درت لي كوتلت وحدهم، الهبر وحدهم، كل حاجه درتها وحدها. وانا ندير على حسب عدد افراد العائله، مثلا ندير ربع حبات كوتلات. الهبره كانوا مقطعين قطعه كبيره وقطعه صغيره، كتبت قطعه كبيره قطعه صغيره، ونكتب التاريخ، وحطيت كل شيء في الكونجيلاتور. دونك نخليكم مع الصور. ما كملت ونقيت كامل سطح المكان العمل وخبيت اللحم تاعي في الكونجيلاتور. انا جست باش نوجد سلطه فواكه. انا ولادي الفواكه شويه ما ياكلوهم ليش مليح، ولقيت طريقه انه كما يقولوا زوق تبيع، انا زوق ياكلوا لي الفواكه. هنا حكمت حبه تفاح، حبه بنان، وحبه كيفيز، راح نزوقهم بطريقه شويه ممتعه. درت معهم شويه مكسرات
ودرتهم في هذوك لي فيغان باش ندير سلطه فواكه. وصدقوني بهاد الحيله ولادي ياكلوا لي ولاو ياكلوا لي الفواكه وهذاك الكاس يكملوه. كيفاش درت؟ بديت بالتفاح، قطعته قطع صغيره، درت فوقه شويه مكسرات، كسرتهم فقط بالموس هكذا يعني قطع شويه كبيره. من بعد حطيت يعني شويه لبن من فوق اللبن، حاولت اني نفرق ما بين الابيض لانه لون البنان ولون التفاح يتشابهوا. درت الكيويز في الوسط، عاود نفس الشيء، درت رشه مكسرات ومغرف صغيره من العسل الطبيعي. لا لاحظتوا ما استعملتش السكر، استعملت فقط، اعتمدت على الحلاوه فقط، على حلاوه الفواكه وحلاوه العسل، يعني رشه صغيره. طن فوالا، هذا هو الشكل النهائي نتاع هذه سلطه الفواكه. درت فوقها هذاك العنب الازرق ورشه فواكه جافه ايضا لانه زدت شويه قرقاع، وهكا كنت كملت سلطه الفواكه نتاعي. دايوغ الى ما تتبعونيش في انستغرام واش راكم تستناو، لاني تماك راني بلو اكتيف وراني نشارك معكم كل شيء. هاوليك الانستغرام تاعي من الفوق، روحوا تبعوني تماك لاني راني بلو اكتيف نتم. ومن بعد جا وقت الفطور، انا كان زوج تاعي يخدم، كنت غير انا والدراري. هنايا شويه لحم كان باقي لنا من البارح كنت قليته، زدت شويه سلطه، يعني سلطه عاديه، بصل طماطم وشويه جبنه الفيتا وزيتون. بالنسبه لاولادي كلاو شوربه بالحليب والفرماج والدي راهو يوري لكم، وايضا قطع اللحم. وهذه السلطه تاعنا اللي صدقوني يعني جات لذيذه وبشهادة من أهلها، كما يقولك وشهد شاهد من أهلها. دوك تشوفوا الصورة. وفي الأخير رحنا خرجنا شوية نقضيو. هنا يديتكم معايا كما قلت لكم في الانستغرام، راني نشارك معاكم كل شيء وين ما نروح، راني نشاركوا اكثر في الانستغرام. نعاود نقول لكم تبعوني في الانستغرام، وما تنساوش ايضا تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وخلوا لي تعليقات كثيره لاني نفرح كثيرا ونجاوبكم واحده بواحده على تعليقاتكم. دونك هذه كانت جوله فقط في الانصار غاليري، اني بير مارشي كبير اللي فيه كل شيء، يعني حاولت اني نوريكم فقط لقطات. من بعد دينا الاطفال يلعبوا، وهذا هو الفلوغ تاع اليوم. كان فقط فلوغ خفيف ظريف، حاولت نشارك معكم يوم او اول يوم من حياتي، وين كما قلت لكم حسبوني مهبوله، يعني بسم الله هذا يوم بدات في قطر وحسبوني مهبوله. دونك فوالا، نتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم ونال اعجابكم. نتمنى انه هذا الفيديو يلقاكم بصحه وعافيه، نتمنى لكم كل خير، ونعاود نشكركم مره اخرى على كلامكم الجميل. صدقوني يعني الفيديو الاخير اللي قلت لكم رحلتي الى قطر عجبتني بزاف كلامكم الجميل. وهذه هي الحياه ما هي الا لعبه او ارجوحه كما راهم يلعبوا اولادي، تترجح بنا الى فوق والى تحت، والحياه لعبة وسوف نلعبها. وهذه نقول لكم تبقوا على خير.